يا مرحب واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من يوميات اليورو معي انا عبيد نفال. كان راح يكون الحديث عن مباراه روسيا وبلجيكا والتحليلات، ولكن القضيه الانسانيه اللي صارت امبارح اهم من كره القدم، اهم من التحليلات، اهم من كل شيء اخر ممكن نحكي عنه. كريستيان إريكسون لاعب توتنهام السابق اللي الكل بيعرفه، لاعب انتر ميلان الايطالي، سقط فجاه على ارضيه الملعب مغشى عليه بمباراه فنلندا والدنمارك بسبب ازمه قلبيه مفاجئه. الحمد لله انه نجي منها وحالته استقرت وأصبح الآن وضعه الصحي جيد. ولكن هون في نقطتين لازم أحكي عنه. أول نقطة أو بعد مهني وبعد أخلاقي. البعد المهني هو صراحة كان للجهاز الطبي، أو كان بطل المشهد فيه الجهاز الطبي مبارح، الجهاز الطبي اللي تصرف بسرعة جدا وأخذ القرارات الصحيحة ودخل بأقل من دقيقة على أرضية الملعب ونجح بإنعاش قلب إريكسون مجددا وإعادته إلى الحياة أو إنقاذ حياته لحتى ما يتوقف دماغه نهائيا عن العمل، ونجح بذلك بسبب الأجهزة المتطورة الموجودة عندهم، بسبب الأجهزة اللي ما كانت موجودة سابقا. وكلنا منتذكر كثير منيح ما حدث في كأس القارات 2003 مع اللاعب الكاميروني فيفيان فوي بنصف النهائي أمام كولومبيا في ليون، لما سقط فجأة بمشهد شبيه جدا لمشهد سقوط إريكسون، ولكن اللاعب فارق الحياة لأنه ما كان في أجهزة أو تكنولوجيا مثل الموجود اليوم نجحت بإنقاذ حياته بذلك الوقت رغم 45 دقيقة من المحاولات من الجهاز الطبي. لذلك تحية للجهاز الطبي، تحية للتكنولوجيا، وتحية قبل كل شيء للعلم. أما البعد الإنساني، البعد الإنساني للموضوع فكان مبارح كثير مهم. مشهد سطروا جمهور الدنمارك، جمهور فنلندا، لاعبو الدنمارك، لاعبو فنلندا اللي كانوا على مستوى الحدث إنسانيا، خصوصا لاعبي الدنمارك اللي أحاطوا باللاعب وحموا خصوصيته وتصرفوا صح حتى من البداية. سيمون كاير كان في حديث عن أنه غير وضعية رقبة اللاعب لحتى يحميه من بلع لسانه، فهي الأمور كليات أكيد ساهمت بشكل كبير بأنه الحالة تمر بشكل يعني بأقل الأضرار أو بشكل ما يكون عن جد في مشاكل أكبر بكثير. لذلك تحية أيضا للدنمارك، تحية لفنلندا. ولكن هون لازم نحكي عن موضوع آخر، في بعد صراحة أو في كان تصرفات لا أخلاقية من بعض وسائل الإعلام، من بعض المستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي اللي استغلوا صور إريكسون وصور مرته لحتى يسوقوا من شان اللايك والشير والبيج فيو. يعني هاي أمور كلياتها صراحة أبعد ما تكون عن الإنسانية، ومؤسفة أن تصير بحادثة إنسانية مثل هيك، لأنه بهيك وضع ما لازم ينحكى بشي، كل شيء ما له قيمة أمام قداسة حياة الإنسان، وبالتالي كان لازم تنحمى خصوصيته بشكل أفضل. تويتر اللي منع البحث عن اسم إريكسون كان صراحة تصرف أكثر من رائع من جانب تويتر لحتى ما تطلع صور ممكن تأثر على عائلة اللاعب نفسيا، وبالتالي يكون الموضوع أصعب وأخطر. والقضية الثانية لازم أحكي عنها بسرعة هي قضية محمد صلاح والانتقادات اللي تعرض لها لعدم نشر صورة تضامنية مع إريكسون ونشر صورة أخرى خلال إجازته. وسائل التواصل الاجتماعي ليست معيارا للأخلاق، ليست معيارا للحكم على إنسانية البشر بشكل عام، وليست معيارا لأنك تقيم حدا نهائيا. ممكن يكون محمد صلاح تعالوا دعوة للاعب وانتهى الموضوع، وهي أهم من 100 منشور وأهم من 100 صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكيد ما في شيء شخصي بين محمد صلاح واللاعب لحتى ما ينزل له صورة تضامنية أو يكون عن جد متضامن معه. فخلينا نطلع من كل نظريات المؤامرة هاي والهجوم غير المبرر وغير المفهوم. امبارح كان عندنا 3 مباريات بعيدا عن قصة إريكسون، كان في 3 مباريات. المباراة الأولى كانت بين ويلز وسويسرا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. بمباراة سويسرا ضحت فيها بالفوز بسبب تراجعها المبالغ فيه. فنلندا حققت أول انتصار بتاريخها ببطولة كبيرة كان أمام الدنمارك بالمباراة اللي كنا عم نحكي عنها بهدف نظيف. وبلجيكا نجحت بالفوز على روسيا 3-0 لحتى تتصدر المجموعة، ولوكاكو كان سيد المشهد وأهدى هذا الانتصار لإريكسون اللي هو زميله بإنتر ميلان، وشفناه هو عم بصيح بعد ما سجل الهدف الأول كريس I love you، وبالتالي كان مشهد إنساني ورائع جدا جدا جدا. هذا كان كل شيء عن يوم آخر من يوميات اليورو، حتى نلتقي غدا، كونوا بألف خير.